بدي اياه يتغير لونه. نحاول ما ناخذ الصوص اللي نزل، نحاول ناخذ بس قد ما فينا بس السبانخ مع البصل والثوم. وهون حنساويها تقريبا مثل الكوردون بلو. هلا انا هاي القطعه بدي ساويها رول، وهي القطعه حساويها مثل الكوردون بلو. انا اعطيتكم طريقتين بس لحتى اذا ما بدكم تساووها هيك تحسوا تساووها هيك. بنحاول ما نوصل لاخر القطعه لانه انا بدي لفها هلا لف. حاخذ جبنه، جبنه موتزاريلا، جبنه بارميزان، شوي اللي بدكم اياه. هلا الفكره بالرول انه هي بدها سلق او بدها شوي. هيك انا لفيتها صارت عندي تقريبا قريبه للروستو. برجع قد ما في بحاول انا انه اضغطها منيح، بحاول انه هون انا سكرها كتير منيح من هون ومن هون. وانا هون محضرة قطعة تانية بس لحتى عندي يصير عندي الاحكام كتير مزبوط. هلا انا هي شو حساوي فيها؟ اذا عندي قصدير حاول كمان لفها بالقصدير لفة تانية، وبعدين باخذها مثل ما هي بنزلها بالمي السخنة، خليها لحتى تستوي تقريبا نص الاستواء، بعدين برجع انا فوتها على الفرن. اذا انا ما بدي اعمل هالحركة بدي جيب انا الخيط الحراري بلفها فيه، بعدين بعطيها صفعة بالمقلاية، بعدين كمان بكمل شواها بالفرن. هلا هي هون عندي خالصة، هي مثل الكوردون بلو اللي ساويناها هذيك المرة، بس بقلبها بحاول انه انا دقها بايدي هيك دق بس لحتى عندي تتماسك. وبرجع انا يفضل انه انا بهالحاله حطها بالفريزر وبعدين فوتها على الفرن حتى عندي الجبنه والسبانخ ما يطلعوا لبرا. تمام. وهلا هيك تقريبا خالصين، وبنرجع لكم مع الصوص والرز بالفقره الثانيه. رجعة جديدة لعند الشيف لنشوف شو صار بطبق اليوم. وين وصلنا يا شيف؟ الدجاج بالفرن. حنبلش نحن اليوم بالرز والصوص. تفضل. هلا أول شيء حنبلش بالرز مشان أكسب وقت. أنا نزلت زيت وزبدة، هلا للرز أنا ححط شوية بصل، حمص البصل قبل الرز، خلي شوي للصوص. من هون ليتحمص الرز للبصل عفوا حنبلش بالصوص. حننزل للصوص، هو صوص بشاميل. حننزل زبدة، شوية زيت، عندي كمالة كمية البصل، بصل نحاول يكون كتير ناعم. وعندي تقريبا شي سنين ثوم هأهرسهم هون. هأخذهم فوق البصلة. تمام. حنساوي الصوص مع بعض. هلا الصوص حانزل بالطحين تقريبا معلقتين. انا هلا عندي هون الصوص ابيض، ممكن ساوي انا صوص بني باني حمص الطحين زياده ونزل عليه مرق عجل، بس انا هلا هون حساوي ابيض لانه حنزل عليه حليب.
هلا حبلش بالتتبيله، ملح نفس الترتيب، بهار ابيض، بهار بصل، وبهار ثوم، وحضيف عندي للصوص جوزة الطيب. هلا جوزة الطيب يفضل انه انا ساويها فريش، حشيل هون القشرة الخارجية، ودائما برشوها تكون تازة، دائما بتعطي كتير طعم اطيب وكتير تكون غنية بالطعم تبعها. تمام، هلا هيك الريحة هون عندي بتجنن، حنزل بالحليب مثل ما قلنا ما بدنا حليب، بننزل بمرق عجل، هي عندي الكمية الثانية، وهلا بس لعندي تفك الطحين كتير منيح بلش بنزل بالكريم. هلا انا اذا بدي خفف هون طلع عندي تقيل الصوص، حاول انه خفف بالمي العادية لانه انا عندي اخذت نسبة حليب منيح. هلا حنزل بالكريم، خلي شوي للتزيين، دائما احسبوا حساب لبعدين انه انا بدي زين. هيك عندي الصوص صار جيد، صار تقيل، بس حنقول موس عليه. هلا هون بالفاصل انا الخضار سلقتها نص سلقه ونزلتها هلا بشويه زيت وزبده. انا هون عندي جزر وبصل، هون عندي الفليفله كمان سلقتها نص سلقه، هاي شويه سبانخ لانه من الـ من الـ من الاكله تبعنا، وشويه بندوره كرزيه. تمام، هلا كمان بنتبلهم كلهم مع بعض. بنزل بالتتبيلة تبعها فقط، ملح، شوية بهار، مو بهار، زنجبيل فريش فقط، زنجبيل عفوا بودرة. إذا عندي بهار أبيض كمان طيب. هلا هون عندي البصل بلش يتحمص، هلا حنزل بالرز. أنا هون تقريبا عاملة 3 كواب رز، هلا حنبلش نتبل. تقريبا بكون عندي الرز خالص، هاي ملح، شوية زنجبيل، دائما الرز حاولوا انكم تحمصوه منيح، يعني الرز بالذات الرز الطويل بياخد مادة دسمة منيحة حتى ما يطلع معجن عنا. هرجع ضفله شوية زيت، شقفه زبده. انا بصراحه بحب الاكل هيك يكون عم يلمع. بحسن استعمل هون رز قصير، رز اسباني، والرز الطويل كمان ظريف، يعني المهم بالنهايه بده رز بدون شعيريه. اعمل تقليبة هون. هلا اذا كان عندنا جريل كثير ظريفة هدول الخضرة، تعطيها هيك صفحة بالجريل، تعطينا هي التقطيعة البنية، يطلع السكر اللي موجود بقلب الخضرة. شايفين الالوان ما احلاها؟ دائما
طبقكم حاولوا انه يكون غني بالالوان. حانزل بالمي انا عيار المي اللي عندي. مثل ما قلنا دائما خلوا العيار عيار كامل، يعني عيار رز عيار مي، وبعدين اذا انا بدي ارجع اضيف برجع بضيف له. هلا هيك انا خالصه، هارجع هخليه ليغلي وبعدين ارجع هدي عليه. فورا وسريعا عند الشيف سناء لنشوف الجاج مع السبانخ. الجاج مع السبانخ، تفضلي. قدمنا اول طبق، ممكن ننزل الصوص حده على جنب، وهذا حننزل الصوص مع بعض مباشرة. اوكي مباشرة. يا سلام. ومعه رز اكيد. واكيد معه رز ومعه خضار سوتيه. شكرا يا شيف، يعطيكي الف عافيه. شكرا كثير لك. هذا كان كل شيء يا نور بحلقتنا لليوم. هالمرة انا بدي اقول لك موعدنا بكره امتى؟ الساعة 9:30 صباحا. خليكم على الموعد.